وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص التهنئة للنادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية بمناسبة تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة 12 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على النادي الترجي التونسي في المباراة النهائية. وأشاد رئيس مجلس النواب بالأداء المتميز للاعبين أثناء المباراة وكذا الإنجاز الذي حققه الفريق، مؤكدا أن هذا التتويج يعكس المستوى المتميز للرياضة المصرية. وعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات.